بعد حياة مفعمة بالإيمان والعطاء، انتقل إلى الأمجاد السماوية الأحد الماضي في لبنان مثلث الرحمات الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، حيث أقيم في عمان قداس إلهي عن راحة نفسه وراحة المطران أبو جودة. المزيد في سياق هذا التقرير. بكل مشاعر الأسى واللوعة والرجاء في القيامة والحياة الأبدية، قرعت الأجراس في لبنان والعديد من دول العالم حزناً على انتقال الفقيد الكبير مثلث الرحمة البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، أيقونة الكرسي البطريركي وعميد الكنيسة المارونية وعماد لبنان، الذي أسلم الروح لإرادة الله يوم الأحد الماضي منتقلاً إلى بيت الآب السماوي بعد ثلاثية صلاة رافقته في هذا العبور من البيوت والكنائس والأديار وسواها، وبعد أيام من العناية الطبية الفائقة التي استسلمت لإرادة الله. فقد غادر البطريرك صفير الحياة محملاً بالحب لكل إنسان وبالإيمان بالله وبالمثل العليا، بعد أن كرس حياته في خدمة وطنه والكرسي البطريركي الذي عاش فيه 63 سنة كاهناً وأسقفاً وبطريركاً وكاردينالاً، حيث سجل خلالها إنجازات وطنية ودينية مفعمة بالعطاء ومثالاً يحتذى لجميع خدام الكنيسة في نشر كلمة الرب والحفاظ على حرية لبنان وسيادته واستقلاله. فقد عرف في لبنان أنه من دعاة التعددية والتسامح والاحترام المتبادل بين جميع اللبنانيين بغض النظر عن انتمائهم الطائفي أو السياسي، وله مواقف مضيئة ومشرفة يشهد لها القاصي والداني في لبنان والمشرق والعديد من بلدان العالم. ولد الفقيد صفير عام 1920 في لبنان في بيت عرف بالتقوى، وأتم دراساته الفلسفية واللاهوتية في المعهد الإكليريكي الشرقي التابع للجامعة اليسوعية، وفي عام 1950 اكتسب درجة الكهنوت وعين خادما للرعية في مسقط رأسه، ثم أمين سر أبرشية دمشق وأمين سر البطريركية المارونية، ثم رقي إلى الدرجة الأسقفية وعين نائبا بطريركيا عام 1961، كما عين مدبرا بطريركيا ورئيسا للجنة التنفيذية لمجلس البطاركة والأساقف الكاثوليك في لبنان، وممثلا لرئيس مجلس البطاركة الكاثوليك في لبنان لدى كاريتاس لبنان، ومستشارا للجنة الخاصة بإعادة النظر في الحق القانوني الشرقي، ومرشدا روحيا لمنظمة فرسان مالطا ذات السيادة. انتخبه مجلس المطارنة بطريركا في 19 من نيسان 1986، وهو البطريرك 76 في سلسلة البطاركة الموارنة، حيث شغل منصب رئيس لمجلس البطاركة والأساقف الكاثوليك في لبنان، وعين كاردينالا في 26 من شهر تشرين الثاني 1994. وفي مطلع عام 2011 تقدم غبطته باستقالته، طالبا إعفاءه من المهام البطريركية والانصراف إلى التأمل والصلاة، فانتخب المطران بشار الراعي من بعده بطريركا ليتسلم المسؤولية من بعد سلفه الراحل. حافظت على كهنوتي وهذا كان فخري، وإنني بنعمة الله تعالى قد وصلت إلى ما كنت أصبو إليه منذ الصغر. وفي الأردن أقيمت في العديد من الكنائس في المملكة الصلاة لراحة نفسي البطريرك نصر الله صفير والمطران رولان أبو جودة رئيس مجلس إدارة نورسات وتيلي لومير الذي وافته المنية قبل عدة أيام. فقد ترأس المونسينيور غازي الخوري راعي الكنيسة المارونية في الأردن قداسا إلهيا على نية البطريرك صفير والمطران أبو جودة، عاون قدسه في الصلاة قدس الأب سامر زكنون
وشيادقة الكنيسة، وبحضور الدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب فضائية نورسات في الأردن والأراضي المقدسة، وجموع من أبناء الرعية والمصلين. وفي عظة القداس تحدث المونسنيور الخوري عن تاريخ البطريرك صفير منذ بداية عهده في خدمة الكنيسة، وعن مواقفه الوطنية النبيلة تجاه المسيحيين المشرقيين، كما تحدث عن المطران أبو جودة وعن حبه المفعم في وضع بصماته أثناء تأسيس فضائية نورسات ودعمه الكامل لها، إيمانا منه بدور الإعلام المسيحي وأهميته في أيامنا. وختم قدسه بتعزية نفسه أولاً وتعزية الجميع برحيل هؤلاء الذين يقف لهم التاريخ إجلالاً وإكباراً. اليوم الرسالة المسيحية تتطلب مناقبية روحية أخلاقية، وتتطلب مناقبية وطنية أيضاً، لا يفترقان. إذا واحد حب لبنان من أجل قضية لبنان ونشر الرسالة في العالم كله، هذا شيء جيد، لأنه لبنان بيعطي رمز التنوع والوحدة في التنوع، في الوحدة، في أنه كل واحد يضل بما هو عليه ويتحد مع الآخر. وبعتقد المملكة الأردنية الهاشمية عندها ذات الدعوة وذات الرسالة. ورفعت الذبيحة على نية المتنيحين وأن يقبلهم الله قديسين وأبرارا في ملكوته. وبعد التناول من الأسرار الإلهية توجه الآباء الكهنة لقاعة الكنيسة المارونية الكاثوليكية لتقبل التعازي بالفقيدين الراحلين. هذا وقد تم تشكيل وفد رسمي يمثل عددا من رؤساء الكنائس في المملكة للمشاركة في مراسم الصلاة الجنائزية عن راحة البطريرك صفير. وقد ضم الوفد كلا من القمص أنطوني الصبحي كاهن كنيسة القديسة العذراء والشهيد مارجرجس للأقباط بعمان، والمونسنيور غازي خوري راعي الكنيسة المارونية في الأردن، والأب جهاد شويحات رئيس المحكمة الكنائسية اللاتينية في الأردن، والقس فائق حداد نائب مطران الكنيسة العربية الإنجيلية الأسقفية في عمان، والمدير الإقليمي لفضائية نورسات في الأردن وفلسطين الدكتورة باسمة السمعان، ومعالي السيد سامي هلسة وزير الأشغال السابق، وبعض من وجهاء الكنيسة المارونية في الأردن. حيث قام الوفد بتسليم رسالة موجهة من مجلس رؤساء الكنائس في الأردن لغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، تضمنت باقات من التعازي والمواساة لفقيدهم وعميد كنيستهم البطريرك صفير الذي وضحت بصماته في خدمة المسيحيين المشرقيين، حيث وصف مجلس الكنائس في رسالته البطريرك صفير بأنه الرجل البار الذي شكل انتقاله خسارة كبيرة للكنيسة المشرقية العربية. كما قام الوفد بزيارة إلى مقر قناة فضائية نورسات في لبنان، حيث كان في استقبالهم السيد جاك كلاسي رئيس مجلس إدارة نورسات وتيلي لومير، قدموا له واجب العزاء بوفاة الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير والمطران رولان أبو جودة، حيث عرض السيد كلاسي للوفد الأردني أبرز نشاطات الفضائية المسيحية الأكثر شهرة في العالم من حيث عدد القنوات الفضائية العاملة في تلك المؤسسة الإعلامية المسيحية العريقة. من أول ما وصلنا على بيروت وكان الاستقبال جدا رائع من قبل رئيس مجلس إدارة النورسات السيد جاك كلاسي والأعضاء العاملين في القناة، بحيث أنهم استقبلوا الوفد اللي رافقنا لتقديم واجب العزاء في البطرك صفير للبطرك الراعي. فاطلعوا على نشاطات نورسات، على مكاتب نورسات، وكان عندهم كتير رد الفعل الجميل إنهم يقدروا عمل نورسات، هالمؤسسة الإعلامية العظيمة اللي بعملها وبحضورها لنقل الخبر المسيحي، لنقل البشرى الخلاص، لنقل رسالة الإنجيل، رسالة المحبة والسلام والطلاقي.
فبعد الزيارة توجهنا إلى الصرح البطريركي ضمن وفد رسمي ضمن سيارات خاصة رسمية. دخلنا إلى الداخل وكان استقبال هناك أيضا لوجستي مميز كوفد أردني، وكان استقبال رائع من البطريرك الراعي لنا والمطارنا الأساقفة في لبنان والكهنة والمؤسسات الرهبانية، فكان جدا مقدرة زيارة الوفد الأردني وتقديم الرسالة الموجهة من مجلس رؤساء كنائس الأردن إلى البطريرك الراعي. بصراحة لبنان والأردن منذ عهد طويل ونحن نعرف إنه فيها العلاقات المميزة العائلية حتى الوطنية الإنسانية بين الأردن ولبنان من عهد جلالة الملك حسين المغفور له مع البطرك صفير، تقديم لهم الأرض اللي بنوا عليها الكنيسة في عمان كنيسة مر شربل، وزائد الأرض اللي قدمها جلالة الملك كمان عبد الله في المقطص لبناء كنيسة للموارنة في المقطص. فحضور الكنيسة المارونية في الأردن حضور مميز، نحن منقدره ومنحترمه، والعائلة هاشمية بتحترم لبنان وبتحب لبنان، ونحن دائما منعد لبنان والأردن نحن إخوة، إخوة في الرسالة، إخوة في المحبة، إخوة في الإنسانية، في نقل رسالة السلام والعيش المشترك والوئام الديني اللي هي رسالة وطننا الأردن، الوطن اللي منعيش فيه. وكان جدا دائما مقدرا لبنان الوطن الآمن الأردن اللي بيعيش بهالأجواء. الله يخليه جلالة الملك عبد الله الثاني اللي هو معطي هذا الأمن ومعطي هذه الميزة لكل الشعب اللبناني اللي بعايش في الأردن. فنقلنا سلام، نقلنا محبة الأردنيين للبنان، ومنقول المسيح قام حقا قام. احنا رحنا بتمثيل مجلس كنائس وممثلي الكنائس المسيحية في الأردن، وبالصفة الشخصية أيضا كنائب لرئيس المجمع الكنسي للطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية في الأردن في الشرق الأوسط في القدس والشرق الأوسط. واليوم رجعنا من لبنان من بكركي، قدمنا التعازي وسلمنا الرسالة من مجلس رؤساء إلى غبطة البطريرك، وألقينا الكلمة على الصحافة، عزينا فيها بلبنان بشكل عام وغبطة البطريرك والشعب اللبناني والحكومة على الخسارة الكبيرة لمثلث الرحمات. اليوم يعني كان شرف أنه كنا من الوفد الأردني لمجلس الكنائس اللي ذهبنا لبكركي، قابلنا البطرك مار بشارة الراعي وقدمنا التعازي بوفاة البطرك صفير. هذا البطرك صفير اللي نعتبره احنا هو رمز للمسيحية بالشرق ورمز لبنان، رمز للتعايش، وبينا تعازينا كأردن كمواطنين أردنيين للبنان وللبطركية المارونية. أنا وعي في التاريخ، وعي في عظمة الكنيسة، وعي في هالمراحل اللي أنا بتواضع رفقت فيها البطريرك سفير، لأنه أنا بلشت إكليريكي وقت هو نصب على البطريركية المارونية، ورفقته بحياتي كإكليريكي وبحياتي ككاهن. وعظمة الكنيسة إنه الجيل الجديد يكرم الجيل القديم ويرافقه إلى بيت الآب، يعني هيدي قدي مهمة حتى يوعى الإيمان بقلب الجيل الجديد. أما لبنان وهالعظمة بتخلي إنه كل مسيحي الشرق يتثبتوا بمسيحيتهم أولا وبأرضهم ثانيا، وإنه معززين مكرمين في أرضهم وبيتكرموا شيوخهم أيضا بالدفن اللائقة والكريمة.